واحد فرين عدو ديرتين عبد الرحمن عريا حرسي الله بقول دتك كوروريا ما انت دويتو ما عبد شدن شيغانيه ما عبيشن او قلداي سو سدا او موغدينا نيمك قبل انك جايه ما تغرانيسين نيم باغي نيكا سكاركي اوديت ما مايست حمر بوكو مغنا لا هيغي وحو لا تغي بوري غربها ري او قبليا تعالى وبركاته قدومي يا حسبك تلاذا دلك هيا أهنا وزيرك وزارة الرماها قدها جمهورية الصومالي الآن مدانة محمد كاهن أحمد قدومي يا كحيك كوباد حسبك تلاذا دلك هيا مدانة عبد العزيز محمد صومالي قدومي يا كحيك صدحات حسبك كلمية أهنا وزيرك وزارة هرمارين تخيرات كبيرة جمهورية الصومالي الآن مرشح مدحوين كحجين حسبك كلمية مدان محمود حسن سعد ساجن حقيها جود حسبك وزيرك وزارة معدنت هي تمرت جمهورية الصومالي الآن حبناها قلها وكيل هذا عبد الرحمن عيديد سولتاكو مدح دقماتك حقيها هير قرن حسبك كلمية مروزارة هو وينها حسبك كلمية نين قربوتك مدح دقماتك سلادينتا مانتا أي مناسبة دنعا وريبانتا هاي اي يسف يسف هنالادو يسف هنالادو هكو ليستان هكيرانو هكيوغان عاو هول كان يبوحا دي بدا قولاد هتيلا ويبوح دا عاصمة دي جمهورية دا سومالي لالا اسكو ما سعدو واحد فرين عدو ديرتين عبد الرحمن عرية حرسي الله بقول دادك كو مرورية او يرادا او يرادا او يرادا او يرادا ويلادا بيل هبلايا نغوصو بيرتي هادا وا هالقف يسف ميل بك هادا عين قول مقادو هدل مقادو فرينتا عدنا عوا ديرتين وليبا عبد الرحمن عرو مالنتا دويتو مقع بلشدا شاقنا يي مقع بيشا او قلداي سو سيدا او موغا دينا وانكا نكا مدحوينها وصعدا يسف اسحاق لها ما يسف اسحاق باتين ده مقعي با مقراني والله قرانا يا وكو أدمي يا تان حال بانو إنك سينينا إلهي با ما هذا ودن اسكالي والله قصو شكي بلشدني عاوة تاريخ دا عريقة أي كل هذا هاي حس بيقى كل مية عبد الرحمن سلطيك أكا شكي مجاهدين تبا كشكي سي أقاسم عبد الرشيد با كشكي أحمد حاشو ذي باك الشيكي وزير كي دي بدجيت هوري حكومة دي وضو باك الشيكي انت هذا حكومة دي حس بيقى كل مية وي اني اوقت هاي كال انت آدو جرتان حس بيقى كل مية لكن عا واحد موجي نيسان او بيني نيسان عبد الرحمن عرية حرسي ماني تي دوي تلابا دي قفاي لكل مين تاسينا وحوين وحي عادو يدقن كدكتين إنا يرادان بيل هبلايا نغوصو بيرتاي وانا عيب وانا بينيسين هورينا هول كان يا هول الكلو جمهورية الصومالي لانا وغد عين حفلة دو لغو بينينا يو لكن تنعاوة عاصمة دي جمهورية الصومالي لانبا اسكو سعود جيرين او دمان إشاد كاريدين همباليا 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 وحان كاهدليا وحان كاهدليا صدح قدو ساكا عبد الرحمن وحاو تغيي حرس قبيلي وحاو يري قبل لماذا قبيلي مركا دي سيسا سيديتن سيديتن يا سيديتن كعقول ايعو ايان قبل لماذا قبيلي صحيحة يا هورتا ما يساقا صوبة حيا ودعيا يتاسوا قدم قدم ككالي لبهد وحاو يري قبيلي قبل ما هبوني قبل يواقب الأركان تيسي وده ما يسترنتاي وحنا ده ما يستريح حكومة ده مدحوينا بيحي
golaha wasiiradana maxamed kaayin ba keenay hadaba irra uu lugu ah iyo lugooya imika gabile ninka geeyay maad garanaysiin nin ba geeyay ninkaasi kaarkii codayntaba ma haystay xamar buu ku maqnaa nin aan kaarkii codayntaba haysan ayaa gabile geeyay kula gabile baa lagaaga codaynaya wararta isagu adiga ii codey ma odhanaya moogta xirsi waxa uu dhima taqaanaan isaguna saaka gabilay buu yidhi codkaaga qabyaalad baa madaxweynuhu u adeegsadaa qabyaalad uma adeegsaday gabilay waxay ka codaysaa kii axmed siiraayo buugga ka qoray waxaana ugu liita dad ninka guddoomiye xisbiya ee cirre maxamuud xaashid uu keenay ee ku yidhi dadiima haysida maxamuud baa ku kabaya gobolka gabilay hore xogayaha guud ee xisbiga wadani khadar iyada oo haween la xidhay haweenkana waxaa lagu xidhaa jeelasha u gaarka ah ayaa jeelka gabile baa lagu xidhay waxa uu yidhi ma taqaanaan xogayaha guud ee xisbiga wadani madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan buu gabdhahayagii wuxuu la tegay bal hadda hadalka u fiirsada gabdhahayagii wuxuu la tegay buu yidhi garbahaaray oo gabilaya gabile ma garbahaaray baa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo soddon ah oo toddobaata jira oo madaxweynihii qaranka ah ayuu yidhi hablahayagii garbahaaray buu la tegay garbahaaray codinnimo yaallaanu leenahay garbahaaray codinnimo yaallo garbahaaray ku adkaysta gabilay xisbiga kulmiya ayay u codaynaysaa intaasi intaasaan ka leahay haddaba doorashadan maalin dhaweyta soo maydaan maqal wadani iyo kaabaa iskaashanaya aqoonyahan dhalinyaraatiina sharcigan inii sheegaya horta doorashada waxa galaya waa axzaab iyo ururo sharciguna ma ogola urur iyo xisbi laba magac sita sharcigu ma ogola sharcigu wuxuu ogol yahay inay mid isku noqdaan ama komishanka kaahba u gudbinayaan ama wadaniba u gudbinayaan taana taasaan inii sheegayaa halkaa unbay kaga soo kaceene sharciga wadani unbay ku tartamayaan laba magacna sharciga golaha wakiiladu ansixiyeene u dambeeyey ma ogola taana anaa inii caddaynaya marka waa lugooyo kale iyagu islugooyeen waxay maxamuud iyo cabdiraxmaan iyo xirsina sugayaan maxamuudna uu dhacay cirana uu dhacay wadanina uu dhacay taasayna isla sugayaan xisbiga wadani waxa uu toos uga hor yimiday qarannimada jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan horta inuu dhacayo shaki nagagama jiro laakiin mid baynu doonaynaa xisbi ahaanna inayna usoo bixino saaxadda laga saaran weeye wadani waa inaanu xisbi ahaan usoo bixin iska daa doorasho madaxtooyo waayo dalkan waxa usoo baxaya saddex xisbi qaran oo qarannimadan difaaceedu ay ka go'an tahay soo sidaas maaha jamhuuriyadda soomaaliya ha noolaato jamhuuriyadda soomaaliya ha noolaato xisbiga kulmiya ha noolaado xisbiga kulmiya ha guulaysto murashaxa madaxweyne ha guulaysto murashaxa madaxweyne ku-xigeen ha guulaysto maxamed kaahin axmed ha guulaysto idinna guulaysta noolaada intay noolani jirto asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.